السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أناديكم. التحية لفرسان الحرية، لأسرانا البواسل وأسيرتنا المجيدات داخل سجون الاحتلال والمعتقلات. تتوالى العذابات، سنوات تخطو وتتمدد في ظل المعاناة اليومية التي يعيشها الأسرى داخل السجون. وفاء لهم ولنضالاتهم وعطاءاتهم، ما زلنا ننقل التجارب الحية للأسرى المحررين الذين قضوا سنوات طويلة داخل الأسر. بداية أرحب بضيفي الكريم الأسير المحرر جهاد غبن. أهلا بك أخي جهاد، وكل عام وإنت بألف خير، وإن شاء الله أسرانا بألف خير وبحرية. كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله رمضان القادم كما كنا نقول في الأسر يكون بين أهلنا وبين أحباتنا، هكذا كنا نقول إن شاء الله يكون يعني آخر رمضان يقضوا في السجون ويكونوا بين عوائلهم، هذا ما نتمنى إن شاء الله. أخي جهاد، يعني قضيت 20 عاما داخل الأسر، سنوات طويلة تكللت بالمعاناة بالألم بالفراق، يعني كم نتحدث عن هذه الألام والأوجاع لا بداية لها ولا نهاية. لو تحدثنا يعني بتجربتك، ولكن نخصص الحديث في شهر رمضان، في الأيام الأخيرة من شهر رمضان ونحن نودع رمضان ونستقبل العيد، كيف كانت هذه التجربة؟ أول شيء أبعث تحياتي ومحبتي لأخوتي الأسرى في سجون الاحتلال جميعهم من غير ذكر أسماء، وإلى أسيراتنا المجيدات، وأرجو الله عز وجل أن يكون هذا الرمضان آخر رمضان لهم في الأسر، وأن يلتقوا مثلما اجتمعنا والتقينا بأهلنا وشعبنا أحرارا. رمضان في السجون له طبيعة مختلفة، ربما بسبب الأسر هناك يعني حالة من النشاط الديني اللي بيكون زايد عن الوضع الطبيعي. الأسرى بمجملهم بيكونوا صايمين في النهار، وفي الليل قيام ليل، تراويح، قراءة قرآن، طبعا بتابعوا التلفاز، بتابعوا الأخبار، بتشدهم أكثر شيء الأخبار، لأنه غالباً إحنا كأسرى فلسطيني كان في رمضان دائماً تكون مواجهات مع الاحتلال الصهيوني، وبالتالي هذه المواجهات بتنعكس على نفسيتنا بالسجون، بحيث أنه الواحد بيكون مشدود دائماً، لأنه وضع أهلينا سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس أو في 48، وبنكون إحنا نراقب ما يحدث على الأرض، وبالتالي مشدودين، وكل دعائنا أنه ربنا يسلم شعبنا وينهي المأساة اللي هي الاحتلال الإسرائيلي. طعم رمضان في السجن مختلف عن الخارج، فيها غصة كبيرة، خاصة الأسرى اللي يعني متزوجين وعندهم أطفالهم وأبنائهم. إحنا كأسرى عزبيين كنا الواحد بشعر بألم الفراق بين أهله، بتذكر في رمضان وقت الإفطار، وقت ما يكونوا مع أمه وأبوه وأخوته وخواته، خاصة أنه حبسنا صغار بالسن، يعني عمليا حبسنا وأنا عمري 18 سنة، أقل يعني من 18 شباب قضيته في صحيح الأسر. وبالتالي أنت كل ذاكرتك على الفترة اللي عشتها بين أهلك، وبتكون هذه اللحظات لحظة الفطرة لحظة صعبة، وأنت تحاول تشرب المية وتكسر صيامك مع حبة تمر. وأحيانا كنا نزور في غزة، أنا بذكر إحدى المرات في عزل النفحة في 2006-2007 خرجت للزيارة الساعة 8:30 مساء، يعني كان الأذان مؤذن له حوالي نص ساعة في وقت الزيارة، وقت الزيارة كان بزورنا في رمضان. كنت دائما أطلب من أمي وأبوي ما يجوا على الزيارة في رمضان عشان نجنبهم رحلة العذاب والتعب، لكن الأهل كانوا يرفضوا نهائيا. فكنت أنا بالزنزانة بتذكر هذاك في تلك الفترة، خرجت يعني لم أكسر الصيام، فقط شربت ماء وانتظرت على الزيارة. كان مسموح لنا نطلع على الزيارة بعض اللي بسموها الشوكولاتات من الشيبسي والشوكولاتة للأهل والعصائر والتمر. أفطرت أنا وأمي وبي على شبك الزيارة، على الشبك يعني إحنا قاعدين وبنأكل وكسرنا رمضان، وأمي كانت ترتجف من شوية برد كان في تلك الفترة وسقعان. طب يما ما تجيش، يعني أنا بحكي أنا متأكد أمها الأسرة كذلك أكيد هم بلهفة وشوق إنه يزور، حتى لو كانت الزيارة في معاناة جدا، يعني بخرجوا من الساعة 3 الفجر كانوا بتجمعوا في ساحة غزة، أسرة غزة، على 5 منطلق الموكب مع الصليب وعلى معبر إيرز وأحيانا معبر كرم أبو سالم، والطريق معاناة طويلة إلى نفحة، وأغلب الناس كانوا بيدوخوا بصير معهم دوار بالطريق، وكمان هناك بينتظروا ساعات طويلة في نفحة لحد ما تبلش إدارة السجن إجراءات إدخال فوج وراء فوج وإدخال أغراض الزيارة، الملابس اللي كانوا والأغطية اللي بيجلبوها الأهالي. ففي شهر رمضان كان الواحد يعني بتألم لأنه مفتقد قعدة الأهل ولمة الأهل، رغم أنه الأسرى
مع بعض علاقتهم متينة جدا وقوي جدا. نعم. يعني ما ببالغ ده بقول إنه أصدقائنا الأسرى الجزء اللي روح معنا والجزء الباقي بالسجون يعني علاقة أكثر من علاقة الأهل، علاقة أخوة وصداقة ومحبة ما في لها مثيل يعني. صحيح. علاقة وبحكم الأسرى أنك يعني قضيت سنوات طويلة يعني اتنقلت بين كل الأقسام، يعني كل أسرى يمكن محافظات الوطن مروا عليكم، الأسرى القدامى والأسرى المرضى جميعهم، وبالتالي كان هناك ربما يعني التكيف والتفاعل ما بين الأسرى. أنت بتخلق جو جديد لك يعني يتناسب مع الجو اللي أنت بيه بالسجن، والإنسان بعد ما تمر به سنوات الأسر بصير يعني أخف، يعني مش أخف حنين لأهله، بصير أخف ارتباط مع أهله، وبصير خلاص هاي الواقع اللي أنا فيه وبدي أتأقلم فيه، وأنا بدي أعيش الواقع اللي أنا بالسجن. فكل واحد بحرص على أنه يكون الجو في رمضان جو هيك مرح غير جو العبادة، وجو أنه نخرج من دائرة الحزن العميق. في النهاية هاي قدرنا، وإحنا قاتلنا الاحتلال من أجل رفع الظلم عن شعبنا وتحقيق الاستقلال الوطني، لكن بالنهاية كل احتلال له ضحايا. أي شعب يتم استعماره واحتلاله سيكون الإنسان المستهدف بالدرجة الأولى، سيكون الإنسان إما شهيدا أو أسيرا أو جريحا. وبالتالي الاضطهاد الذي يتعرض له شعبنا على مدار اليوم واللحظة والساعة في كل مناطق أهلنا في الضفة والقدس و 48 بتخليك دائما تشعر أن أنت يعني الفاتورة اللي دفعتها وبتدفعها وما زالوا أسرانا مثلا ماهر يونس وكريم يونس 40 عام، أبو النور 43-44 عام، نائل البرغوثي. نعم. وبالتالي هذه الفاتورة هم بيشعروا أنها صغيرة أمام عظمة شعبنا. شعبنا يستحق منا كل تضحية. هذا الشعب الفلسطيني غريب وعجيب، يعني أنت ما بتلاقي شعوب عندها قدرة على العطاء المستمر والدفع بفلدات أكبادها للمواجهة مع الاحتلال وسقوطهم شهداء. يعني بتطلع بعائلات الشهداء والكبرياء اللي عندهم رغم الحزن. صحيح. بتنظري زي هيك تشعري بأنه شعبنا عظيم جدا. هذا الشعب أقل شيء يستحق الاستقلال. أكيد. وربنا بيلهم الصبر يعني لدى يعني سواء كان المصاب لدى أهل الشهيد أو أهل الأسير، قديش بيكون من جوا الوجع موجود، يعني قلبهم بيتوجع والمرار، لكن سبحان الله كما أشرت إرادة رب العالمين وأرضا إصرار المواطن الفلسطيني على الأمل والإشراقة اللي دوما إحنا بنتأمل فيها دائما. صحيح. لو بدنا نتحدث أخي جهاد، يعني خلال السنوات الطويلة داخل الأسر ربما كانت يعني الكثير من المواقف والتي تبقى عالقة في ذاكرتك لليوم، وإن كانت في رمضان أو غير رمضان في المناسبات الدينية وغيرها. كثير مواقف بتكون مع الأسير بترافقه بفترة السجن، وخاصة في السنوات الأولى. نعم. انت يعني لما تيجي بتفطر وبتتذكر هيك زي لطش بيصير معك في الذاكره، امي اختي ابوي، بتشعر يعني انك مش قادر تبلع الاكل اللي انت بتاكل فيه. فهذه اللحظات كانت مؤلمه عندما تيجي تكسر الصيام، وهذه اللحظات يعني كثير بيعيشوها الاسرى بفقدوا اهليهم، خاصه جزء كثير من الاسرى القدامى فقدوا للاسف، وان شاء الله اهليهم عند ربنا في جنه عرض السماوات والأرض. فقدوا أبوهم، فقدوا أمهم، فقدوا ناس كثير أحبائهم وأعزائهم. وبالتالي هذه اللحظات في رمضان أنت بتستذكر كل شريط الذاكرة، بتستذكر جيرانك أهلك كيف اللمة بالرمضان، كيف الجيران كانوا بتعاونوا في رمضان أيام ما حبسنا كنا بالحارة زي الأهل. يعني الناس اليوم اختلفت، ربما يعني الظروف المادية الناس اليوم صعبة جدا عندهم. صحيح. ولكن في ذلك الزمن في عهد الثمانينات كانوا الناس الجيران بيطبخوا بودوا لبعض الصحون بتبادلوا الأكل الصحن. وكذلك أحيانا الأسرة يعني بالسجن بيعملوا تتبادل شغلات زي هيك. أحيانا بيعملوا شغلات وبتبادلوها ما بين بعض بين الغرف وبين الأصدقاء. كان فترة من الفترات اللي عشناها بنعزم بعض على الفطرة، يعني كنا مثلا اليوم بنعزم فلان وفلان من الأسرة الأصدقاء بروحوا بين الغرف وقت بين الفطرة الغرف. صحيح. يمكن اليوم انتهت بحكم إدارة السجون والهجم اللي بمرسوه عليهم، ولكن في الفترة اللي عشناها كنا بنعزم بعض على الفطرة وبنفطر مع بعض، بنحاول انه يعني نوجد جو هيك من الألفة والمحبة على الأقل، انه نعيش جو رمضان، تصنعوا هاي الأجواء وإن كانت بسيطة وبرغم التنغيص من الاحتلال. لو نتحدث عن العشر الأواخر من رمضان، معروف أن الصائم المسلم يقضيها بطقوس روحانية بانتماء للعبادات، كيف على الأسير الفلسطيني داخل سجون الظلام وهو مقيد بده يمارس شعائر الدينية وخاصة في هذه الأيام الأخيرة؟ زي ما قلت لك بالأيام الأخيرة. نعم. أعتقد أنه في الأسرة يمكن الأيام الأولى والأخيرة نفس الشيء، لأنه بس بشدوا حالهم خاصة ليلة القدر، بأنه إحنا
يعني نبتهل الى الله انه تكون هذه سنه حريه علينا وعلى شعبنا. كنا بنركز انه نضلنا للفجر صحيين يعني نصلي وننام، بس طول الليل يا اما بقرا قران يا اما بقف بيعمل عده ركعات من قراءه الليل بقوم الليل او بقرا قران او التنتين يعني بقرا. احيانا اقرا جزء قران كامل كل ركعتين زي هيك، بحيث انه هذا مكسب تتعامل معه فرصه انك تستثمر فيها ايمانيا وتشحن حالك زي الجوال. نعم. تشحنه احيانا شحنه ايمانيه قويه. وهذه اللحظات بالسجون بعتقد غالبيه اخوتنا الاسرى كانوا في الليل بتسمع صوت الغرف كلها صحيين وكله صوت القران يعني حواليك، لانه الغرف جنب بعض متلاصقه وبتطلع في الغرف قبل بعض وانت شايف الشباب قدامك ضاويين الضوء وقايمين لليل. نعم. او في ناس على تخوتهم او براشهم بيقرا قران. هذه الفترات بشدوا فيها الاسرى العزيمه اكثر، بحيث انه الواحد بده يجتهد انه يكسب قديش بيقدر من الحسنات وقديش بيقدر يقرا قران. نعم. وهذه الايام والليالي الفضيله ايام يعني بشعر فيها الاسرى بقدسيه. واحيانا كان الاسرى اليهودي يقوموا بكسر هذه القدسيه وهذه الامور، بينكدوا عليك من باب انه ما تعيش الا يجي لك تفتيش بالليل، يطلعوك تفتيش ويفتشوا الغرفه يقعدوا لك ساعه ساعتين يكركبوا لك الغرفه ويطلع. او احيانا قبل الفطره بنص ساعه يجي تفتيش، طب انت قبل الفطره بنص ساعه قاعدين بيجهزوا اكل بيعملوا شوربه او بيعملوا سلطه او شغله من هيك، من باب التنغيص على الاسرى. كانوا بيجوا بده لما يجي تفتيش بده يقلب كل الغرفه، بده يطلع الاواعي ويكتين على التخيط يعني يمنعك منك تعمل اكل، لانه رح توقف اللي بيعمل اكل حيوقف، بده يكون صحيح زي معهم. كانوا يحاولوا ينقصوا علينا بهذه الاجواء. يعني بالتاكيد دوما الاحتلال يهدف الى التنغيص، وايضا بسياسته واداره السجون بالاقتحامات والتنقلات، خاصه كما اشار في وقت الافطار او وقت السحور. نستكمل معك هذا الحديث، ولكن نخرج واياكم مشاهدينا الكرام لهذا الفاصل، ونقل رساله الحريه من عوائل اسرانا وايضا كل المتضامنين والنشطاء والمنتمين لقضيه الاسرى. ابقوا معنا. اين يا يما طلعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم بالعودة إلى استكمال حوارنا مع ضيفي الأسير المحرر جهاد غبن. يعني أخي جهاد، تحدثنا عن يعني ممارسة الأسرى للشعائر الدينية في شهر رمضان، وإن كان في ظل استمرار تنغيص الاحتلال ضدهم، ولكن الأسرى يحاولون بطرقهم بإنجازاتهم بخلق هذه الأجواء. لو تحدثنا أنه اليوم هناك واقع مختلف، أنت اليوم أسير محرر لديك عائلة وتتذكر كل الذكريات داخل الأسر من يعني الرفقاء معك أو بتجارب معينة، كيف نستطيع أن يعني نبرهن هذا الواقع الذي نعيشه اليوم في ظل واقع الأسرة؟ إحنا اليوم بعد ما الحمد لله ربنا أنعم علينا بالحرية وكل الأسرة بنوا عائلات جديدة. نعم. مع زوجة جديدة مع أطفال، بتعيش الأجواء وأنت بتشعر، صدقيني مش مبالغة، أنه بكل لحظة يعني أنا بالسجن بشعر حالي مع أصحابي مع أخوتي، بتذكر إيش بيعمل الحين إيش قاعدين بيسووا بالتفاصيل، بعيش ذهنيا وروحانيا معهم. أنا شاعر أنه حالي لسه صحيح، إحنا روحنا جسديا ولكن أرواحنا ما زالت معهم أكيد. وكل لحظة وكل ساعة لحظة السعادة، أنا بعمل مثلا قطايف بتذكر كيف بيعمل القطايف يعني كنا نعمل أحيانا لب الخبز، خاصة الخبز اليهودي نجيب اللب تبعه ونفركه مع نتفة سفن كأنه بدل خميرة ونصبه في المقلاية ونعمل نضحك على حالنا نعمل قطايف زي هيك.
او احيانا في عيد اليهود عندهم بيجيبوا لنا الخبز المصه بسموها خبز الرقاق، بيقول له شويه مي الشباب ايش كنتوا تعملوا، بيقول لهم نتفه مي، وبيجيبوا شويه شوكولاته من مراح شوكولاته ومع جوز هند وزبيب، وبلفوه زي كانه شوكولاته وبحطوه شويه على البلاطه بيقلبوا عليها، او بنعمل معمول يعني بنحاول نجتهد انه نفسيا نفسيا انه مظاهر عيد زي هيك. فاحنا برا كل ما بتعمل شغله بتذكر يعني انا لما بعمل سلطه بتذكر اخونا مثلا صاحبنا عمران الخطيب، كنت عم يجي يعمل السلطه يقول انا بدي افرب عنك السلطه، مسؤول عن السلطه، يقول لي بس هاي خلصت، اقول له حط عليها شويه ملح وزيت، يقول لي لا انا خلصت هذا دوري ماليش علاقه. بس يعني كل لحظه بتصير وانت بتشتغل احيانا بتتذكر وتضحك، مرتي بتقول ايش بس مالك تضحك، انا يعني عايش احيانا اللحظات هذه مع اصدقاء الواحد. وبالبيت بتعرفي اللمه مع الزوجه، مع الحمد لله انا روحت وامي وابوي احياء وبخير الله يحفظهم، فا يوميا بفطر معهم نفطر مع بعض، وهذه الشعور لا يوصف حقيقه انه انت نعم. في النهايه في كنف العائله بنقصك، بس شعور انه بدك الشباب يروحوا، بدك الاسرى يروحوا. يعني الشهداء عند ربنا عند الملك القدوس هناك مكرمين معززين نعم. احياء عند ربهم يرزقون. الناس اللي وحيدين اللي بيعانوا من شعبنا واللي دفعوا فاتوره غاليه ومؤلمه هم واهليهم نعم. الاسرى والاسيرات. يعني تصوري اسيره تكون ام لاطفال، هي اللي كانت بتصحيهم، هي اللي بتعملهم الاكل نعم. اليوم هي بالسجن كيف بدها تقدر تبلع لقمه الاكل واولادها؟ صحيح جوزها مش حيقصر نعم. حيكون الاب والام والصاحب هي اللي بيغلبها العاطفه، ولكن هي يعني الام خاصه السجن على الاسيرات اصعب من الاسرى، خاصه على الفتيات. وبالتالي انت بتطلع بكل الصوره هذه. لما استشهد اوس كمامجي اخو شيء الاسير ايهاب كمامجي، حط حالك محله وانت بالعزل بالزنزان، يجي لك خبر السجان يقول لك اخوك انقتل، اصعب زي هيك اخوك انقتل يعني بشكل فظ. يعني مش حيجي لك والله يبعث لك ناس يقول لك والله 1-2-3 يمهد لك انه في صار كذا كذا حدا، لا اخوك وصلنا من الصليب الاحمر انه اخوك تم قتله على صدمه، يعني بيك بصدمك فيها بشكل وقح وبجح. وبالتالي كأسير انت بتنخنق انه يعني اخوك استشهد لا ودعته ولا شيء. الناس تدريجيا يعني هناك ايضا من وفاتهم المنيه، تطلع كيف امك بتتصرف، كيف ابوك بتتصرف، كيف اخوتك، كيف الحاله، كل هذه الامور يعني من الشعور المحزن وشعور القهر انه انت مقهور وانت مش قادر تعمل شيء. ولكن بضل هي نتفه الايمان انه انت بالنهايه بهذا الموقع بهذا المكان بالسجن انت تدافع عن أمة المليار و200 مليون اليوم، عن المسجد الأقصى تدافع عن فلسطين نعم. وهذا شرف لنا كفلسطينيين أنه إحنا نكون أكيد نحن أصحاب في المواجهة يعني هذه القضية وأصحاب الحق، ولنا الحق بالمطالبة بالدفاع عنها. أخي جهاد، يعني لو تحدثنا اليوم تتوالى يعني كل الفعاليات، تكثف الجهود من أجل يعني دعم وإسناد أسرانا داخل السجون، وخاصة في الفترة الأخيرة في زيادة وتيرة الاعتقالات خاصة في محافظات الضفة الغربية، لكن أنه نجد هل كل هذه كافية في نقل قضية الأسرى للعالم أجمع برسالتنا الإنسانية وبعنوانها الحرية اللي بنطالب فيها دوما؟ أعتقد أنه وضعنا الفلسطيني عكس نفسه على الفعاليات وعلى كل مناحي حياتنا الفلسطينية. وضع الانقسام للأسف عكس نفسه بشكل سيء وخطير على حتى الترابط الاجتماعي، وبالتالي قضية الأسرى خسرت كثيرا من الزخم اللي كان يفترض إطلاقيه. أنا كنت أتذكر لما كنا نضرب قبل ما نروح قبل الانقسام نعم. كانت الجماهير بتب انتفاضة بتصير بالضفة وبغزة، حتى أيام ما كان الاحتلال الإسرائيلي بغزة، فكانت جموع المحتجين والداعمين إلنا والمساندين من الأهل ومن أبناء شعبنا بعشرات الآلاف. اليوم إحنا بنعمل فعاليات للأسف جزء قليل من الأسرى ومن أهل الأسرى ليست بالقدر ليست بالقدر بالمستوى الكافي ولا المطلوب نعم. يعني إحنا بنتمنى وبنرجو من جميع الأسرى المحررين، طبعا هم بالآلاف بعشرات الآلاف، أنه بالنهاية هؤلاء بيدفع فاتورة عنه وعنك نعم. اللي ما زالوا لحد الآن 20-30 سنة و40 سنة بالسجون صابرين وصمدين، يجب أن يلاقوا منا بعض الوفاء في أنه نرد لهم الجميل. ولما بنشوف الإنسان عمره بروح أمامه بهذه السنوات وبهذه العقود، ولكن لما نبرى وشوف على التلفزيون أنه أبناء شعبه بكافئوه بأنهم صامدين ومعاه وبيحملوا صورته، شعور لا يوصف. يعني كأسرة كنا نشوف بالصليب زملائنا اللي كانوا روحوا قبلنا والأسرة المحررين، كنا نبسط جدا نشوفهم. وبالتالي هم بحاجة أنه يشوفوا الأسرة موجودين يدعموهم،
هذا الدعم لما يكون في المسيرات أو في الاحتجاجات أو الاحتشادات بيساعد الأسرى. احنا بنحكي على الدعم الجماهيري اكيد بيقوي اكثر انه عمليا على المستوى العالمي. احنا عارفين العالم اليوم عالم للاسف عالم استعمار ومنافق. اللي بيصير في اوكرانيا اليوم لو جزء منه من العقوبات اللي وضعتها اوروبا وامريكا على روسيا لو جزء بيسير 10% 20% وضعوها على اسرائيل كان زمان انهينا الاحتلال الاسرائيلي للضفه الغربيه وغزه. اقول لك كان ممكن حتى طبقنا قرار التقسيم لانه قرار الامم المتحده تقسيم فلسطين وبالتالي الاجدر بالامم المتحده انها تكيل بمكيال واحد وبالتالي العالم الغربي عالم لا يفهم إلا لغة القوة وصاحب الحق هو قوي. مش ضروري القوة اليوم أنك تمتلك صواريخ وطائرات ولكنك كفلسطيني مزروع بأرضك قوتك من أنه أنت عندك يقين في أنه هذه الأرض هو قوة كلمة وانتماء لهذا الحق بيدك. وهذا الحق بده دفاع عنه والدفاع عنه يعني يتطلب منا جميعا إما أن تكون شهيدا أو أسيرا أو جريحا وتهدم بيوت الناس على رؤوسهم وهذا ثمن يعني بيدفعوا كل الشعوب اللي وقعت تحت الاحتلال. ونحن يمكن أطول احتلال اليوم بالتاريخ الباقي الاحتلال الإسرائيلي وعلى مرأة وكاميرات العالم بشاهدوا كيف قتلوا الست غادة سبتين اللي شبه ضريرة يعني هي وما يعني بتعرف تمشي فعلاً جريمة كانت وحشية ضد المرأة ولكن لحياة المتنانية هذا لو صارت في روسيا كان اليوم يمكن هدوا العالم على روسيا وزادوا العقوبات ولكن الجند الإسرائيلي كبيرها أنه طالبوا بتحقيق ومعاقبة كبيرة يعني. في إطار ذلك يعني مر يوم الأسير الفلسطيني وكان يهدف الاحتلال في أن هذا اليوم يجرم أكثر ويحشد أكثر بضد يعني أبناء شعبنا خاصة ما حدث في القدس وفي التنكيس في باحات المسجد الأقصى وزيادة وتيرة الاعتقالات. كان هادف الاحتلال في هذا اليوم يريد الاحتلال ربما أن ينسى هذا اليوم عالميا ولكن نحن كفلسطينيين لن ننسى هذا اليوم وأنتم كأسرى محررين كان لديكم الموقف في هذا اليوم. إحنا في يوم الأسير بنأكد من خلال يعني الدعوة والإجراء الفعاليات في كل أرجاء الوطن إنه هذه القضية قضية وطنية وسياسية بامتياز. إحنا مش إرهابيين زي ما بحاولوا الإسرائيليين يوصفونا وبحاولوا يجروا الأمريكان والأوروبيين لوصفنا بالإرهاب وقطع مخصصات الأسرى ولكن القيادة الفلسطينية وعلى رأس الأخ الرئيس أبو مازن لهم موقف واضح لأنه أصلاً ما في حدا شرعي إذا بمس بشرعية النضال الفلسطيني. إذا أنت بتمس بقدسية الشهداء والأسرى ورواتبهم أنت يعني كل نضالك في النهاية أنت إرهابي طلعت زي ما بيحكوا حسب الرواية الإسرائيلية. اليوم إحنا مطلوب منا كمان أنه نجسد هذه الأمور من خلال الهجوم على السياسة الإسرائيلية أنه هذول الأسرى يعني بأخذ نماذج زي أخت الست الشهيدة غادة سبتين ونماذج كثير للأطفال والشهداء والصحفيين اللي استشهدوا بالأيام هذه وغير الأيام هذه وعائلات السموني والعثامنة مجازر صارت في غزة أنه أنت يعني قتلت هؤلاء الضحايا إلك ومنعني أنا أعطيهم دعم مادي اللي يعتاشوا منه ودعم يسير وجزء بسيط. أنت يفترض أنت تجرم كاحتلال وأنت التي تدفع تعويضات لهؤلاء العائلات. أنت اللي لازم تصرف على هؤلاء العائلات اللي هم ضحايا إلك كاحتلال وإحنا كأسرى ضحايا إلك. أنت جيت اعتقلتنا من غزة تحت اللي غزة وحتى اللي تضفي حسب القانون الدولي بالتالي يجب أن نغير يعني نمطنا إلى هجوم عليهم. أنت اليوم جنود الاحتلال يقتلون ولا أحد يحاكمهم ولا أحد بيقول لهم تعالوا محاكمة ولا أحد بأوروبا مستعد يقول له أنت غير مرغوب فيك. بالتالي احنا كفلسطين نستغل الحادثه اللي بتصير اليوم الحرب الاوكرانيه الروسيه من اجل تعزيز النضال الفلسطيني. تعزيز انه هذا النضال الفلسطيني هو نضال يهدف الى انهاء الاحتلال اكيد في اطار ايضا حق. في اطار القانون الدولي انا في اطار القانون الدولي والاحتلال دوما يخالف وينتصل من كل هذه القوانين والاتفاقيات الدوليه امام العالم اجمع. يعني في ختام حديثنا هناك رساله الوفاء لمن رافقتهم في الاسر ونقول لهم دوما ان شاء الله الحريه لهم دوما. الى كل اخوتي من غير ما اذكر اسماء حتى ما انسى احد انتم في القلب وفي الروح تعيشون يعني زي ما بقول لكم باختصار انتم طولتوا روحوا ان شاء الله. انتم مشتاقين لكم كثير انه تكونوا بيناتنا وبين اهلكم واحبائكم. انتم تاج على رؤوسنا صمودكم بيعطينا معنويات. احنا ما زلنا بنستشعر وبنشوف انه رغم حاله الاحباط اللي بنعيشها كفلسطينيين من الهروله للتطبيع عند الحكام العرب للاسف الا انه بنستشعر القوه من صمودكم من ارادتكم. انتم ما زلتوا على الجبل لم تنزلوا لجمع الغنائم وباذن الله ستنزلون معززين مكرمين منتصرين على الاحتلال
وستعودون إلى بيوتكم كما عدنا قريبا بإذن الله تعالى. إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. هم بألف خير إن شاء الله. هذا ما نتمنى على أرض الواقع. أشكرك جزيل الشكر الأسير المحرر جهاد غبن. أكيد جزيلا. مشاهدينا الكرام، لمن غيبوا عن الوطن قصرا لكنهم حاضرون بيننا بما قدموه للوطن، تحية إجلال وإكبار لأسرانا وأسيراتنا، والحرية لكم قريبة إن شاء الله. وتحية لكم مشاهدينا الكرام، ودمتم ودم الوطن.